قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هنا عقفت هذه الجملة على الجملة السابقة من باب عطف الخاص على العام، لأن اللحوق يحتمل ألا يكون في عبادة الأوثان وإنما في غير ذلك، ويحتمل أن يكون في عبادة الأوثان وفي غيرها، لكن جاءت الجملة الثانية تخصص أحياء آخرين يكون مآلهم إلى ماذا؟ إلى أن يعبدوا الأوثان. ومن عبد الأوثان ألم يلتحق بالمشركين؟ بلى، التحق بهم، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. ويكون المعنى: ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، لأن ما قبل الجملة الأولى ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهنا عقفت، ويأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه في الحكم، كما لو قلت جاء زيد وعمر فإنهما يشتركان في الحكم. ما هو الحكم؟ المجيء